كل العالم رساله انه انا مثلي مثلهم، ما في اشي صعب بالحياه، لازم نتحدى كل الصعوبات قدامنا، ما في اشي صعب علينا، لازم نحقق كل اشي بنتمناه لحتى نصلح ونحقق انه نعيش مثلنا مثل كل العالم. صح يا رفيق الدرب الكرسي. المسرحية كانت عبارة عن رسالة للمجتمع المحلي، عبارة رسالة للعالم إنه الأولاد اللي عندهم احتياجات خاصة، إعاقات، عندهم قدرات متميزة، بيقدر يمثلوا، بيقدر يغنوا، بيقدر يرقصوا، هم جزء مهم بالمجتمع، هم الجزء الأهم بهذا المجتمع، لازم بس نعطيهم الحب، الأمان، التقبل، البيئة المناسبة، التدريب المناسب لإمكانياتهم وقدراتهم. إذا بنعمل كل هذا إحنا هم بيبدعوا، هم ما في فرق بينهم وما في فرق بينهم بين أي حدا تاني، إحنا بنآمن بالاختلاف، إحنا بنآمن بوجودهم معنا، إحنا بنحبهم، والحب أعطى هاي النتيجة اللي هي هذا اليوم شفتوه على المسرح. عمل اليوم هو نتيجة لدورة صارت للتمثيل، بلشناها من قبل 3 أشهر ونص، وهي نتيجة الدورة اللي خضعوا لها الطلاب. هي كانت هدفي ورسالتي في البداية أني أنا أعلم الطلاب الذوي الأشخاص الذوي الإعاقة أنه بيقدروا يشتغلوا جميع أنواع المسرح، وزي ما شفت أحلامهم، أهدافهم، طموحاتهم عم بوصلوها عن طريق المسرح، وهي لأول مرة أنا بحياتي بحضر مسرح كل ممثلينه من هاي الفئة الأشخاص ذوي الإعاقة. شغل كتير جميل إنه وقفنا أنا وأصدقائي وأدينا الشغل حلو، نحن فخورين بحالنا يعني، والحمد لله يعني بهذا التدريب دربنا كثير، تقريبا دربنا 3 أشهر ونص، ونحن يعني بدنا نوصل صوتنا لكل الوطن العالم. تعبنا عشان هذه المسرحية يعني هذه دموع الفرحة.